أنا سافرت، أنا ساكن هون صلي 10 سنين. النرويج كلها أنهار وبحار وجبال، ملياني جبال، ملياني ملياني. أريد أهاجر أي دولة تنصحني. والله كل الدول الأوروبية منيحة، بس أنا أشوف أنه كإجراءات سهلة بلجيكا أسهل شيء للإجراءات، هيك حسب خبرتي وتواصلي مع الأصدقاء. إن شاء الله بنصير كلياتنا بالجنة وليس على الأطراف. يا سيما اللي مو متابعني تابعنا يا شباب، سويسراها طبيعة ونرجعها طبيعة، كلهم حلوين. أمرك يا ناصر، بس أنا أكبر. يا ريت يا سيما تيجي لهون. لا النرويج، بلجيكا كفيزة دراسة سهلة. والله يا شباب قصص اللجوء والدراسة يعني إلى ملفات معينة للشخص نفسه، فحسب أوراقك حسب وضعك هذا الطلب يندرس، ما طلب يتوافق عليه أوتوماتيكي، طلب يندرس ويجيك الرد. فلازم تجربي. وسام رحت في فنلندا؟ لا والله، والله كان مفروض أن يعني نروح بهاي الرحلة، هاي الرحلة لأنه مو بس النرويج رايح لها، أنا رايح لها هلا بعدين رايحين لأكثر من دولة. فكانت سويسرا وفنلندا من المقترحات، فبس لغيناهم. ليش لغيناهم؟ ما يعني ما حسينا غير تعب طريق بالنسبة لفنلندا ولا شو. إذا عندك رأي يا ريت تنورنا. فحسينا أنه بس أنه نروح لهنيك مشان هلسنكي. هلسنكي يمكن العاصمة، ما لا مو هلسنكي، ما بعرف شو كان اسمه، إذا هلسنكي ولا لا. فنلندا ما بعرف حرف الاس يمكن. فما حسينا في شيء غير العاصمة. شو كان اسمها عاصمة فنلندا؟ رأيي بإسبانيا والبرتغال من ناحية الفيزا سهلين كتير، فيزا تبعهم سهلة. إسبانيا حلوة للشمس، حلوة للشباب، مو حلوة كتير للعوائل. هلسنكي صح. فما يعني إنك تضرب مشوار لهنيك مشان بس تشوف العاصمة، وهي أكيد ما أنا عاصمة واو، فهمت علي؟ فاللي بيشوف أوسلو بيشوف برغن أوسلو وعواصم الأوروبية، خلاص ما كان في داعي لها هلسنكي. إلا إذا عندك رأي تاني نتسمع ونستفيد منك، لأنه أغلب الجروبات اللي معي الحمد لله يعني بتوثق فيني، ف بتستشيرني وبنحط القرارات ومخططات الرحلة سوا. يعني الحمد لله زوارنا اللي بيجوا عم بيجوا معنا، عم بيجوا معنا أكثر من مرة. هاي النرويج في الغرب النرويجي في يسترين. كيف ينصل أوروبا غير الدعاء؟ الدعاء والتهريب أو فيزة سياحة. إن شاء الله الكل فيه يطلع فيزة سياحة يا رب. منورين جميعا. لو سمحتوا تشاركونا اللايف وتكبسونا على الشاشة. عندك أصدقاء أجانب؟ والله أنا بيتوتي، أنا زلمة بيتوتي، أنا بحب أقعد أشرب متي. يعني واحد بحب الطبيعة، فهذا الرجل يعني بحب الهدوء، ما بحب الصخب والطلعات والفوتات. أنا ما عندي لا للأسف، بس بعرف يعني في معارف، أما أصدقاء وطلعات وفوتات لا ما في. أتقنت اللغة النرويجية ولا نعم؟ لو نعم حيينا بيها. إيه الحمد لله. هاي أغلبهم بيحكم جوردي برا، يعني منيح أنت أو بردان جوردي. أي دولة هذه؟ النرويج. النرويج
الخارج كم درجة الحرارة؟ درجة الحرارة 10 وما في برد. يا ربي والله يا رب الأجواء أي ومي وخضار. شو رأيك ببريطانيا؟ طلعت والله يا ريت يا ريت بريطانيا حلوة حلوة طبعا أحسن من كل أوروبا. يعني التوطين كمان أحلى وأحلى. بتروحي إقامتك جاهزة وبيتك جاهز ومدرستك جاهزة وأمورك طيبة، وإعادة التوطين هن جايبينك، يعني ما في أي قرار ترحيلي رحلك. فهمتي علي؟ فبالتيسير والتوفيق يا رب، الله ييسر أمر الجميع. وين ساكني حتى أطلع لك هيك؟ لبنان، الأردن، أحلى بلد في العالم كطبيعة النرويج. والله حلو النرويج بشكل عام، بس يعني البلاد اللي بتحكي لغة إنجليزية بتكون أحسن.